أعود إلى لندن إلى زميلي وصديقي الأستاذ طارق الحميد. أستاذ طارق، هل وهذا سؤال أعرف أن لديك الشجاعة في الإجابة عليه، أولا كيف تتابع دول الخليج العربي أداء وسلوكيات والسياسات الخارجية والسياسات في المنطقة والوضع الداخلي لدول الربيع العربي، وهل صحيح أن هناك تخوفات من شظايا ما يحدث من دول الربيع العربي لدى دول الخليج؟ أوكي، هذا السؤال أنا أعتقد هو قصة القصص. ولو تتذكر في أحد الحلقات، وكان أعتقد الدكتور معتز موجود مشارك معك، كانت لي مشاركة في الهاتف، وكنا نتكلم أنه ما يحدث في الشارع المصري وما يحدث في الأروقة السياسية المصرية وما يحدث في العملية السياسية المصرية مراقب ومشاهد من كافة شرائح دول مجلس التعاون الخليجي وله تأثير كبير. أنت تفضلت وقلت أني أملك الشجاعة. الإجابة، ما حدث في مصر أحدث صدع، أحدث شق في صف جميع من كان يطالب بالإصلاح، وهذه نقطة خطيرة جدا. لماذا؟ اسمح لي هنا أن أسترسل بعضا من الشيء. فضل. من يطالبون بالإصلاح في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج العربي هم ليسوا على مستوى واحد، لا توجد مسطرة واحدة للحكم عليها. هناك من يريد الإصلاح تماشيا مع 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 انبهاره بما حدث في الربيع العربي في اللحظات الأولى وسقوط الحكام، لحظة كانت عاطفية غير طبيعية. هناك طرف آخر يريد خدمة أجندة خاصة فيه مثل التيار الإسلام السياسي. هناك طرف آخر أو طيف كبير في المجتمع يؤمن بأنه لابد من الإصلاح، لابد من أنك أنت تعيد تقييم واقعك، لأنه ما هو موجود إليك لديك من أنظمة، من مناهج تعليمية، من مخرجات تعليمية، من قوانين في السوق تحتاج إلى تجديد، لا يمكن أن تستطيع مواصلة السير بهذا الاتجاه. جاء الربيع العربي، هناك من اندفع بشكل كامل وكبير من أجل الشعب يريد التغيير، هناك من أراد أن ينفذ أجندة، هناك من التزم الصمت. حدث ما حدث في مصر وعلى إثره تحركت تونس، أصبح المشهد في الخليج العربي هو المراقبة. أصبح هناك عقلاء، وهؤلاء من يعول عليهم، أصبح هناك عقلاء يقولون لك لحظة، نحن نريد التغيير ولكن لا ينتهي بنا هذه النهاية، نحن نريد الإصلاح ولكن لا نسير في هذا الطريق. فلذلك ما حدث في مصر سلبا أو إيجابا من وجهة نظر الأخوان في مصر أو المراقبين في مصر، ما حدث في مصر كان له تأثير مهول في الخليج العربي، مما أطلق إعادة التقييم الآن في الخليج العربي. ولذلك لو راقبت الآن الأطياف اللي تحالفت في لحظة الربيع العربي من الإخوان المسلمين في السعودية، من بعض السلفيين، من بعض الحقوقيين، من بعض الناشطين، سمهم ما شئت، لو تلاحظهم بعد البيان التحصين القرارات الرئيس المصري أو البيان الدستوري اللي على إثره خرجت هذه التظاهرات في مصر، على الإثر حدث هناك انشقاق كبير بين هذه الأطياف وحدثت صدمة. الصادقين صدموا، العقلاء حمد الله على أنهم تأنوا. هذا بالنسبة لنقطة الخليج العربي، وأنا أعتقد أنها مهمة جدا جدا جدا، لأنه لا أعتقد أن المسألة بهذا التبسيط. هناك مطالب للإصلاح في الخليج العربي. أستاذ عماد والأساتذة متخصصين في علوم السياسة ويعرفوا أكثر مني، الشعوب لا تثور إلا عندما تفقد الأمل. من يعتقد أن الأمل قد فقد في الخليج العربي أو المملكة العربية السعودية أو الكويت أو الإمارات، جميع دول الخليج العربي، أنا أعتقد أنه مخطئ. لا زالت الناس ترغب بالتطوير، ترغب بالإصلاح، ترغب بإعادة التقييم، لكن لا يوجد في قاموسهم أو في مفرداتهم الرغبة بالتغيير على ما رأينا بدول الربيع العربي. دكتورنا دكتور حسن، هل تعتقد أنه متابعة دول الخليج ومتابعة المنطقة بالذات لوصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وتيار الإسلام السياسي لأول مرة في التاريخ، هذا سيكون له تداعياته على المنطقة، وإنه بقدر نجاح التجربة، بقدر تعميمها، وبقدر فشلها، بقدر التخوف من فكرة التغيير أو الإصلاح؟ بكل تأكيد كل الأطراف تراقب ما يجري في العالم العربي أو في الجزء من العالم العربي الذي بدأت فيه عجلة التغيير تدور. لكن عندنا حالتين، الحالة المصرية والتونسية اللي فيهم الإسلام السياسي بالضبط. وبعدين بقية المنطقة حدثت فيها نفس التفاعلات بس بطرق مختلفة، ما يجري في ما جرى في اليمن، في ليبيا ومستمر، وفي ليبيا والبحرين مرشحة، الأردن قادم على الطريق إلى آخره. فمنطقة الخليج ترقب كل هذا وهي تشعر بالقلق.
هناك النظام يراقب ولديه أدوات وآلياته، لكن هناك أيضا القوى السياسية التي قد يكون لها مصلحة في التغيير وترغب في التغيير. ما سمعت من ضيفك الكريم أن هناك حتى أن هؤلاء الذين كانوا كان لديهم أجندة للتغيير يراجعون أنفسهم في ضوء ما حدث، ويعني قد وهم يعني قد لا يرغبون في التغيير بهذا المعنى. المشكلة هنا أنه يبدو تبدو عملية التغيير وكأنها عملية منضبطة يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها، وبالتالي إطلاقها أو عدم إطلاقها عند الحاجة. يعني هذا في الواقع الأمر لا يحدث بهذا مش بزر أوتوماتيكي وبالتالي أو بالرغبة أو لأنه القوة اللي بتتفاعل قوة كثيرة جدا ولا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي ستتفاعل ولن يستطيع أحد أن يحجم هذه التفاعلات. السؤال أنه يعني مش بس الحاجة الاقتصادية هي الدافع، يعني قد يكون الفقر مثلا أحد الأسباب، قد يكون الاستبداد أحد الأسباب، قد يكون الوضع الاجتماعي وتحريك طبقات كثيرة إلى آخره أحد الأسباب. وبالتالي الذين يتصورون أن وجود حد أدنى من مستوى المعيشة أنه درجة الاستقرار القائمة هناك ستحول دون انطلاق عجلة التغيير، أنا أظن هذا هناك طبقة متوسطة في دول الخليج تنمو بسرعة، وهناك عمالة وافدة كبيرة وضخمة إلى درجة أنه المواطنين في بعض الدول تبدو أقلية، يعني خمس عدد خمس السكان مواطنين والباقي أجانب. هذا عامل ضاغط جدا على ما قد يحدث ويمكن أن يحدث في مرحلة قادمة. هو السؤال هل ستستطيع النظم التي تحكم هذه المنطقة وهي منطقة شديدة الحساسية بحكم وجود النفط وبحكم تأثير النفط على اقتصاديات العالم، هل ستستطيع أن تستوعب يعني تقرأ رياح التغيير القادمة تتفاعل معها بطريقة تؤدي إلى إصلاح سياسي يخفف من حدة الضغوط القائمة ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا وكبير جدا، قد لا يكون هذا هو الوضع. ومثلما يعني العمل الذي يصيب كل الأنظمة العربية قد تعكس عن التفاعل معها بما يجب أن يكون. دكتور معتز، هل فكرة الربيع العربي بشكلها الحالي ممكن مثلا نتوقع قمة عربية في العام المقبل هو عام 2013 يحصل فيها انقسام، أن يكون فيها دول ربيع عربي ودول لا ربيع عربي، يعني نوصل لمرحلة مش الاستقطاب اللي هو الداخلي ما بين الطيارات زي الحالة المصرية وحالة التونسية، لا ده ينعكس على المنطقة نفسها، نشوف أيضا انقسام في العالم العربي في منهجين للحكم، في منهجين للاختيارات، في منهجين للسياسة الخارجية. يعني طبعا لو التأمت قمة عربية فواضح جدا أن احنا فعلا ماشيين في هذا الخط. يعني الثورة كما هو مفهوم هي في النهاية هي هدم للقديم، لكن الثوار لا يستطيعون أن يحددوا ما الذي يأتي بعد ذلك إلا إذا وصلوا هم بأنفسهم للسلطة. وبما أنه اختاروا طريق الديمقراطية أو خلينا نقول على الأقل الجزء الإجرائي من الديمقراطية بما فيه من انتخابات واقتراعات وصناديق إلى آخره، فما تصورش أن في حد مدقق أو يعني منصف ممكن يتصور أنه لا، أو ممكن يكون اختاروا الثورة لكن الذي تحقق مش الثورة. ما هو ده السؤال، هنا اصبح عندك تشوه، كلام دكتور تشوه حسن. تشوه لشكل النظام ده كلام، فانت عندك تشوهات لاحلام كانت موجوده لسه لم تضبط نفسها ولم تراجع نفسها، بينما انظمه كانت مستقره انت معها ضدها صحيح. شايفها تقليديه، شايفها محافظه، لكن استقرت وفيها الدوله مش مفككه، بينما عندك لكن التفاعل مستمر، لكن التفاعل مستمر طبعا والقدره على السيطره عليه ضعيف طبعا، ولا يستطيع احد او طرف واحد انه يسيطر عليه. تمام اكمل حاجه سريعه، يعني لو ده كلام استاذي الدكتور حسن فيما يتعلق بالجزء ده فعلا ما حدش عنده القدره انه يحرك الفاعلين وفقا لآلته. فاللي حصل انه ظهور الاسلام السياسي او النخب المحافظه دينيا على السلطه عمل مشكلتين من وجهه نظر البيئه العربيه. الاولى انه قدم نموذج جديد، مش حاجه مثاليه بس اصل نموذج جديد، وهو انه شكل جديد انه الشعب بقى بيتحرك، الشعب بقى فيه الى اخره، لكن المنتج النهائي حتى الان زي ما قال الاستاذ طارق هو منتج يبدو سلبي. يقول لك اذا كان هو ده تحرك الشعب وهو ده العائد يبقى انا مش عايز ده. ومن هنا بدات ان في كلام عن انه من مصلحه بعض الدول المحافظه الا يحدث استقرار حقيقي
في هذه الدول اللي حصلت فيها ثورات، لأنه النموذج السابق كان فيها هذه الدول هي الأكثر ثراء الأكثر استقرارا في مواجهة نموذج أقل ثراء وكان لحد ما مستقر. الآن لو جمعت هذه الدول التي نالها الربيع العربي بقت أكثر استقرارا وأكثر رفاها، فممكن بهذا المعنى يكون جذابا للآخرين. دي نقطة. النقطة الثانية أن ابتدت العلاقات العربية العربية يحدث فيها نوع من الخلخلة. النخب القديمة قبل الربيع العربي كان علاقة تحالف أو ربما شراكة، الآن إما علاقة نقول مراقبة أو حتى منافسة وربما عداء خوفا من أنه أو توجس أو توجس أو انتظارها انتظار. يعني إجمالا ما بقتش علاقة التحالف أو الشراكة اللي كانت موجودة. هنا هسأل الأستاذ طارق الحميد من لندن. سيدي، هل تعتقد أنه انعكاس الحالة الداخلية بتاع الاستقطاب ما بين طيار ألف وطيار باء من الممكن أن ينعكس أيضا على المنطقة من منظورك وأنت تراقب الأحداث من لندن؟ أول شيء بس أحب أعلق تعليق سريع وبسيط جدا على اللي تفضل فيه الدكتور حسن نافع. طبعا لا يمكن الحديث على أنه في دول الخليج أو في أي دولة أخرى أنه هناك زر تتحكم به لإطلاق ثورة أو إيقاف ثورة أو تفاعل أو خلافه. الحديث عن مبررات، هل المبررات موجودة؟ أنا أعتقد أن المسطرة التي تقيم فيها الأوضاع في مصر أو تقيم فيها الأوضاع في تونس لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم فيها نفس تقييم الأوضاع في دول الخليج العربي. وهنا نستطيع أن نتذكر أننا أمام حالة جديدة قديمة بعد مرحلة التحرك العسكر في مصر وفي الدول العربية في عهد عبد الناصر. كان السؤال نفسه، الأنظمة الرجعية، الأنظمة المتخلفة في الخليج، نفس العبارات نفس الأشياء كلها. انظر ما الذي حدث اليوم في دول الربيع العربي وماذا تمثل، وانظر إلى دول الخليج العربي. هل هذا يعني أنه لا يجب الإصلاح وترتيب البيت الداخلي في دول الخليج العربية جميعا؟ أعتقد أنه هذا أمر وارد وهذا أمر واجب وهذا أمر لابد منه، لأنه مثل ما قلنا في بداية الحديث أنت لا تصلح فقط لأن العالم تحرك يريد إصلاح أو لشعارات أو واقعك يفرض عليك الإصلاح. الانفجار السكاني، أنا في الخليج العربي لا تقلقني قضية المعيشة وما المعيشة، أنا اللي ما يقلقني الانفجار السكاني في دولة زي السعودية لابد أن تتعاطى معه. اليوم أنت في أفضل أوضاعك الاقتصادية في الخليج العربي سواء في السعودية أو الإمارات أو الكويت أو قطر، أو اليوم لحظة الإصلاح الحقيقية. فلذلك هي الدوافع مبررات، هي ليست قضية زر للتحكم. عودة إلى سؤالك بالنسبة للشق الصف، أنا أعتقد في قضية خطيرة يجب أن ننظر لها. البعض قد يرى فيها مبالغة أو يرى فيها تخويف. هناك واقع يتشكل في المنطقة اليوم، وقد يكون هذا الكلام مستفزنا وعمال المشاهد المصري. الواقع اليوم يقول إنه المنطقة أصبحت بين مرشدين، مرشد للسنة في القاهرة ومرشد للشيعة في قم. فالقضية اليوم مش قضية بس خلافات بين التيارات. أنا أعتقد في مصر ولم تكتمل الصورة بعد، وقد يكون ضيوفك الكرام أدرى مني في هذه المسألة، الخلافات اللي دبت الآن ما بين الحزب السلفي في حزب النور في مصر والتفاعلات اللي تمت عليها. لكن في المنطقة أنا أعتقد أنه إحنا الآن في قلق حقيقي، أنه التيار الإسلامي لما جاءت الثورة في إيران حركت الرغبات الإسلام السياسي في المنطقة ككل. اليوم إذا مسار الدولة المصرية لم يتخذ مسار الدولة المدنية وخرجنا في إطار الإخواني وخرجنا في إطار أن المرشد في مصر هو من يتحكم في بقية الإخوان في الأردن أو في المغرب أو في أي منطقة أخرى أو في الخليج العربي، هذا يعني أننا مقبلين على انقسام حاد وشديد جدا جدا في المنطقة على مستوى الدول ويليها النخب والمثقفين، لأن الوضع أنا أعتقد خطر. وأنا سمعت من كذا مسؤول عربي أنه عندهم خشية كبرى الآن من أن تتحول مصر إلى مركز المرجعية السنية على غرار المرجعية الشيعية للولي الفقيه في إيران. قد يرى البعض أن هذا تهويل، قد يرى البعض أن هذا تسطيح، قد يرى البعض أن هذا تخويف. ثق تماما أن هذه هي القراءة الآن في المنطقة، وعند كثير من الدول هناك قلق حقيقي من هذه المسألة. على الجانب الآخر هناك حكومات، هناك تيارات موجودة في المنطقة، وتحديدا أتكلم عن دول الخليج العربي، ترى أن ما حدث في مصر هو واقع والواجب التواصل معهم والواجب أن تمنحهم فرصة. لكن ما حدث في البيان الدستوري وتحسين قرارات الرئيس أصاب بنوع من ردة الفعل. لكن في نفس الوقت هناك خلافات جذرية مع بعض دول المنطقة التي ترى أنه لا توجد نوايا حسنة تبدو من القاهرة تجاه تحركات الإخوان ومشروع الإخوان في المنطقة. وأنا أعتقد، أنا متابع للشأن المصري، متابع لما يدور في البرامج الحوارية، متابع للصحف المصرية، أنا أختلف مع أصدقائي وأحبائي في مصر عندما يبسط الأمور. أنا أعتقد أنه مشروع الإخوان لا يمكن أن أحكم عليه من خلال تصريح أو مشاركة ضيف هنا أو هناك، لأنه في إرث تاريخي كبير وكتب تؤرخ لمشروع الإخوان في المنطقة.
فلو حدثت محالة مراجعة من قبل الإخوان نفسهم لإرثهم التاريخي سأقول لحظة، نحن أمام إخوان تركيا، يبدو أن هناك مراجعة. أنا إلى اليوم لا أرى أي مراجعة، أنا كل ما أستمع له وكل ما أراه وكل ما أقرأه في الصحف هو تطمين للمستقبل. فلذلك أنا أعتقد أنه لن يكون هناك انقسام تيارات في العالم العربي، أنا أعتقد نحن مقبلين على انقسام حاد جدا في المصالح، في الأمن، في المنهج، لأنه لما أنت يكون عندك مرشد في القاهرة معناته بيأثر على منهجي أنا في أي دولة كنت، أنا في المغرب، أنا كنت. يعني أعطيك معلومة غريبة وعجيبة، وضيوفك الكرام أكيد هم أدرى مني بهذه المسألة. دولة سلطنة عمان لا يمكن أنك تخضعها مثلا لباقي دول الخليج كسلفية أو لأنه الأباضية. تخيل أن الآن فجأة ظهر تيار أو ظهر وجود للإخوان المسلمين في سلطنة عمان، أمر محير وأمر يدعيك أنك أنت تفكر أكثر وأكثر. فلا أريد أن أطيل في الإجابة، لكن هذا رؤيتي بالنسبة لهذا. سؤالين أخي طارق، سؤالين. السؤال الأول، هل المملكة العربية السعودية تقوم بدعم جماعة الإخوان المسلمين؟ لأن هذا دائما كان منذ الستينات حتى تاريخه يقولون إنه الإخوان المسلمين هو مشروع تدعمه الدولة السعودية، وأن هناك مال سياسي يقدم لجماعة الإخوان. ثم تغير هذا الموضوع وأصبح أن يقال إنه الدولة في السعودية تدعم تيارات سلفية. معلوماتك نعم أم لا؟ لا، لأن أنا بقول لك شيء بسيط جدا. كان في قرار تاريخي، وكانت عملية نوع من المساعدة للإخوان المسلمين في لحظة من اللحظات التاريخية لاحتوائهم في السعودية، ليس كتيار سياسي وإنما احتوائهم لما يقع عليهم من ظلم. وكان في اللقاء الشهير بين مؤسس الإخوان وبين المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، ولما طلب فتح مكتب في السعودية، وكانت إجابة الملك عبد العزيز بأنه كلنا أخوانا، كلنا إخوان إحنا في بعض وكلنا مسلمين. هذه كنقطة. النقطة الأخرى أنه في اتهام للسعودية الآن أنها تدعم السلفية. طيب السلفية الآن في مصر تحديدا هم حلفاء للإخوان، فإذا أنت ضد المشروع الإخواني الآن كيف تتحالف مع السلفية؟ وبعدين السلفية السلفيات، السلفية ليست واحدة. فلذلك أنا أعتقد الإجابة بسيطة، لا، هذا غير صحيح على الإطلاق. طبعا أن أذكرك بالمؤتمر الصحفي الشهير منذ 5 سنوات لرحمة الله عليه الأمير نايف بن عبد العزيز حينما كان وزيرا للداخلية، وقال في المؤتمر الصحفي وهاجم جماعة الإخوان المسلمين هجوما شديدا، وقال أنه أساس الابتلاء في الفكر التيار الإسلام السياسي في المملكة هو لوجود جماعات من الإخوان المسلمين في أماكن التدريس ومقاعد الدراسة في المملكة، وأن هذا أدى إلى نوع من الانحراف في تفكير الإسلام السياسي في المملكة. تذكر حضرتك المؤتمر ده؟ طبعا بكل تأكيد، وأذكر كثير من الأحاديث مع الأمير نايف رحمة الله عليه، وكان عنده موقف واضح لأنه كان وقتها التصاعد العنف والإرهاب في السعودية، وكان هذا ملف من الملفات اللي كانت تشغله، وكان يتحدث معه بكل صراحة. وأعتقد أستاذ عماد أنت التقيت، وأكيد أنك استمعت بتفاصيل مفصلة عن هذه المسألة. فلذلك شوف، في نقطة خطيرة إحنا نغفلها في الحوار، ليس في هذا الحوار، أنا أقصد في حوارنا العام منذ اندلاع الربيع العربي أو الثورات. مفهوم الدولة، هل ما يحدث الآن هو معزز ومرسخ لمفهوم الدولة، أم أن ما يحدث الآن هو تدمير لمفهوم الدولة؟ سواء تتحدث عن الإخوان المسلمين في مصر، تتحدث عن ما يحدث في البحرين، تتحدث عن ما يحدث في أي دولة عربية. أنا حتلقى في الختم منك وأسأل الأستاذ الدكتور حسن نفع، لأنه ده تخصص، هل ما يحدث الآن يعزز مفهوم الدولة في دول الربيع العربي؟ لا، هو يهدد مفهوم الدولة. ولاحظ أنه الدولة لم تستقر في العالم العربي، كانت كل الدول التي يطلق عليها عربية كانت جزء من الخلافة العثمانية، وعندما انتهت الخلافة العثمانية كان العامل الأجنبي هو العامل الرئيسي في وضع ورسم خطوط التقسيمات في العالم العربي، يعني باستثناء دول قليلة منها مصر، منها المغرب على سبيل المثال، اللي فيها مكونات الدولة الوطنية الحقيقية. كل اللي انت شايفه ده يعني اترسم في بعض الأحيان بجنرالات قعدوا يرسموا حدوده، وبالتالي انت
قد تؤدي الثورة العربية إلى أو الثورات العربية في المنطقة إلى إعادة تشكيل هذه الخريطة السياسية. الخطورة طبعا أنها تشكل على أسس طائفية، لكن أنا في تقديري أن هذه الأسس الطائفية يعني ينفجر العالم العربي إلى دويلات، وما يحدث في سوريا قد يكون نذير لهذا السيناريو، والبعض يعمل على هذا السيناريو منذ فترة طويلة. لاحظ أنه في عامل خارجي وهو مهم أيضا، يعني إذا كانت السعودية تراقب ودول الخليج تراقب، لا تتصور أن دول الخليج ويعني الفاعل العربي هو الفاعل الأساسي في ضبط عملية تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة. هناك فاعل إسرائيلي وهناك فاعل خارجي، وفي بعض السيناريوهات أن هذا الفاعل يضغط بشدة، وفي فاعل أخطر من الاثنين وهو فاعل سوء الإدارة والغباء السياسي لنا احنا. يعني احنا يعني انت مش محتاج مؤامرة من الخارج. ده بالتأكيد، لانك انت يعني احنا بننسى احيانا انه في بداية، يعني في حدث، في ثورات لكنها لم تكتمل بعد، في حالة تفاعل مستمر. وما نقدرش نقول انه هذا الشكل بما فيه وصول جماعة الإخوان المسلمين الى السلطة في مصر، او وصول جماعة مشابهة للسلطة في تونس على سبيل المثال، ان ده هو نهاية المطاف. مقاومة هذا البديل للسلطة القديمة يتم حتى من الداخل، ولن يقبل من الداخل أصلا قبل أن يرفضوا سين أو صاد من الفاعلين الإقليميين أو الفاعلين الدوليين. فعملية التفاعل ما تزال مستمرة وهي لم تهدأ بعد. هو المسألة من الذي سيسيطر في النهاية على هذا التفاعل؟ هي هتبقى مجموعة من الفاعلين اللي هم بيشوفوا هذا البركان اللي بيتحرك، وده بيحاول يحل عليه من هنا، وده بيحاول يحل عليه من هنا، لكن هو له دينامية وله آلية شغالة وستستمر لفترة طويلة.